كيف قبض ملك الموت روح سيدنا محمد. كل شخص يتشوق لرؤية نبينا الكريم في الجنة يضع لايك واشتراك ويستغفر ربنا في التعليقات. بعد أن ألقى الرسول خطبة الوداع على المسلمين وكان قد اشتد عليه المرض قبلها بثلاث ليال، ذهب إلى بيته لتمرضه السيدة عائشة، ولم يمض الكثير من الوقت حتى دخل عليه سيدنا جبريل فقال: يا رسول الله، إن ملك الموت يستأذن أن يدخل عليك، وإنه ما استأذن على أحد من قبلك. فقال النبي: إذن له يا جبريل. فدخل ملك الموت وقال: السلام عليك يا رسول الله، أرسلني الله لأخيرك بين البقاء في الدنيا وبين أن تلحق بالله. فقال الرسول: بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. فوقف ملك الموت عند رأس النبي وقال: أيتها الروح الطيبة، روح محمد بن عبد الله، اخرجي إلى رضا من الله ورضوان ورب راض غير غضبان. فسقطت يد النبي وخرجت روحه النقية إلى خالقها. متى توفي النبي صلى الله عليه وسلم؟ توفي النبي صلى الله عليه وسلم في ضحى يوم الاثنين في العام الحادي عشر للهجرة. وكم ظل النبي صلى الله عليه وسلم على فراش الموت؟ ظل النبي صلى الله عليه وسلم يوما كاملا. وكيف تم تغسيله صلى الله عليه وسلم؟ غسل صلى الله عليه وسلم بثيابه ولم يجرد منها. ومن الذي غسله صلى الله عليه وسلم؟ غسله صلى الله عليه وسلم العباس ابن عبد المطلب وولداه وعلي بن أبي طالب وأسامة بن زيد. وكيف كفن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كفن صلى الله عليه وسلم في ثلاث أثواب بيض. وكم عدد الذين صلوا صلاة الجنازة على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ 37,000 شخص. وأين دفن صلى الله عليه وسلم؟ دفن صلى الله عليه وسلم في حجرة السيدة عائشة رضي